انواع الفساد ومواكبه نمويها طول حياته الى ان توفي رحمه الله، والى محاكمه تلك كل انواع التضليل والتشكيك والفساد والانهزام والاستسلام. ايها السيدات والساده، من حيث الطبيعه الديمقراطي الاشتراكي واستمرار لحركه التحرير الصادمه وللحركه الاتحاديه الاصيله وفي كل محطه جزائريه ونظامية من محطات هذا الاستمرار، نجد مطرحات صديقنا محمد الضرري واضحه فيها وفاعله فيها. ففي عهد الاستعمار المتوسط كان الصديق محمد الضرري من الفاعلين والمقاومين المتمرسين في نطاق الحركه الوطنيه والمقاومه السريه والعلنيه. وواجه العديد من المخاطر وتحملها بكل شجاعة والثبات وصمود. وفي أوائل الاستقلال كان الأخ الراضي من بلاد حزب الاستقلال على المستوى التنظيمي والجماهيري، وعندما بدأت معالم الفساد والانحراف والانتهاز يتدب في صفوف حزب الاستقلال على مستوى القيادة